تتواصل وتستمر مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم منافسات صباح هذا اليوم هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. انطلق قبل قليل هذا الشوط الخامس، وهذا الشوط خاص بفئة الحيل، ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مواري، تعود ملكيتها لجابر بن علي القريصي على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول مواري ننتقل إلى الشاهينية اللي على المركز الثاني لحمد بن صالح القمرة، المضمر عتيق محمد بن قريع مزعج المضمرين. المركز الثالث تتقدم فيه حاملة الرقم 9 ولا 19. عموما هذا شعار الخليفي اللي على المركز الثالث، غير المركز الثالث مجهولة، سنتعرف عليها عندما تأتينا المعلومة عن المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع الفائزة لفرج بن مبارك بن حفيظ المري على المركز الرابع. دور المركز الخامس، ومن تتقدم إلى المركز الرابع صمت عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي مع المضمر حمد بن مبارك بن شايق الشهواني. هذه النتيجة أيها الأعزاء والحفل الكريم. عودتنا إلى مواري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. مواري والقريصي يقدمها في هذا الشوط وفي هذا اليوم. هذه مواري، جابر بن علي بن حمد القريصي. إذا نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لحمد بن صالح القمرة مع المضمر عتيق بن حمد بن قريع. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلت المعلومة الغزيل تعود ملكيتها لحسن بن حبتر المريخي على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، وصلت صيت في أول نداء لصالح بن علي بن مذيب على المركز الرابع. دور المركز الخامس، الفائزة لفرج بن مبارك بن حفيظ. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، عودة إلى القريصي وإلى شعاره. هذه على المركز الأول مواري تتقدم. مواري راعية إنجازات هذه الذلول، حاصلة على عدة نقاط في هذا الموسم ووصيفة، وكما قال الشاعر حايل قد هي تشوش الريح الزعفران، باقي وذرة من العام في عذلونها. الله يصح لسانك يا بخيت بن خزينة، وصباحك ورد يا أبو سالم على الأبيات التاريخية. المركز الثاني الشاهينية حمد بن صالح القمرة تتقدم في المركز الثاني في شوط الحيل. الحيل لها متعة خاصة عند المضمرين، عند الجماهير، عند المحبين، عند ملاك الهجن، لها مكانة خاصة ولها تقدير واحترام وحشمة ومكانة عند ملاك الهجن. المركز الثاني هنا اللي تتقدم إلى المركز الأول مواري. مواري ما زالت على مقدمة الشوط، وتعود ملكية مواري، تعود ملكيتها لجابر بن علي بن حمد القريصي على المركز الأول. أهل الكرعانة حاضرين اليوم، متواجدين دائما وأبدا مع هذا الشعار المميز. المركز الثاني صمت لعبد الله أو الشاهينية لحمد بن صالح القمرة، مزعج اليوم بالفعل من خلال الأشواط الأربعة الماضية، لا يخلو مزعج المضمرين من تواجده في الأشواط، ودائما يخطف المقدمة ويحل وصيفا. المركز الثالث تتقدم صيت لصالح بن علي بن مثيب على المركز الثالث. ذائعة الصيت هذه على المركز الثالث. المركز الرابع، يا سلام، وصلت صمت، صيت وصمت، صيت وصمت،
يعني من ثلاث أسماء لاسمين، وأيضا فيها الصاد وفيها التاء وفيها عموما هذه صمت عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، انضم الحمد بن مبارك الشهواني. هذا الشعار حصل على نقطة في شوطنا الحيل الماضي، شوطنا الماضي شوط الحيل حصل هذا الشعار على نقطة، على نقطة ذهبية. المركز الخامس تتقدم فيه الفائزة الباحثة عن الفوز وعن الناموس لفرج بن مبارك بن حفيظ. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، العودة إلى مواري، العودة إلى مواري حمد بن علي القريسي أو مواري مع جابر بن علي القريسي، جاب شقيق الشاعر حمد ويتابعها حمد. هذه على المركز الأول. المزعج المضمري القادم غادم مع الشاهينية تحمل الرقم واحد حمد بن صالح القمرة، شعار السندباد القطري على المركز الثاني، يتابعها مزعج المضمرين. يا سلام، احلوت المنافسة. مواري تصمد رغم الضغوط من الشاهينية، رغم الضغوط المتتالية والمتوالية من الشاهينية، الا ان مواري تصمد كما عودتنا دائما، كما عودتنا دائما على الصمود في مثل هذه الاشواط. يلا 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 يا الشاعر، يلا يا الشاعر. المركز الثالث صيت وشعار بمثيب صالح بن علي بمثيب النابت مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم فيه صمت عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي وحمد بن مبارك بن شايق الشهواني تابعها في التضمير. المركز الخامس تتدخل فيه وبره سيف بن علي بن سعيد الاكتبي على المركز الخامس، ودخول على وبره وتقدم من سلاطين حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين. هذه النتيجة أيها الأعزاء، عودتنا إلى مواري، عودتنا إلى مواري. هذه اللي فيها من السبق مواري، هذه اللي فيها علامات مواري من السبق. الكيلو متر الأخير يبدو بأن الشوط مع مواري. الخطورة من مزعج المضمرين، الخطورة على مواري من الشاهينية اللي ترفع راية التهديد. يا سلام يا القريسي، يا سلام على قيادة مواري لهذا الشوط منذ الانطلاق، منذ انطلاقة الشوط وهي سيدة الموقف. 800 متر حاسمة، 800 متر حاسمة يا القريسي، حاسمة لاختطاف الناموس. ولكن الشاهينية، ولكن الشاهينية تتسلل، الشاهينية تتحرك، الشاهينية مع حمد بن صالح القمرة ومع عتيق بن قريع مزعج المضمرين. وصلت صيت، وصلت صيت، أيضا انطلقت صيت، ويصل شعار مضمر القرن على دار الشاهينية. متعب بن طالب بن محمد بن شفيع، وأيضا وصول وتحرك من شقرة عبد الله بن حمد العطية، ولكن عودتنا إلى الشاهينية. وصيت، صيت والشاهينية، شقرة قادمة ايضا، شقرة، شقرة على المركز الثالث. ولكن صيت، ولكن صيت، يا سلام يا بمثيب، يا سلام يا بمثيب، يقدم صيت. عادت الشاهينية مرة اخرى، عادت الشاهينية، عادت الشاهينية، يا سلام يا سلام. الشاهينية صيت، شقرة على المركز الثالث، ولكن الشاهينية مزعج المضمرين، مزعج المضمرين ينجح في اختطاف ناموس الشوط مع شعار حمد بن صالح القمرة. وسلام يا القمرة، سلام، سلام يا الشاهينية، سلام، سلامي عليك يا مزعج المضمرين، سلامي عليك يا مزعج المضمرين على اختطاف ناموس الشوط والمركز الأول. المركز الثاني صيت صالح بن علي بن مثيب، المركز الثالث شقرة لعبد الله بن حمد العطية، المركز الرابع الشاهينية المتعب بن طالب بن محمد بن شفيع، المركز الخامس وبرا احتلت المركز الخامس لسيف بن علي بن سعيد الكتبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى والشاهينية، سجلت ودونت بالرقم واحد، وها هي تختطف المركز الأول ورقم واحد في هذا الشوط نمبر 1 يا عتيق. هذه هذا ملخص الشوط، وهذه الشاهينية من واجهت ضغط في الأمتار الأخيرة من صيت، إلا أن الشاهينية استطاعت أن تختطف المركز الأول ونموس الشوط. 9:53، 59 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، وتهاني لعتيق بن حمد بن قريع على الفوز بالشوط بالمركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني صيت 9:53، 75 جزء من الثانية. تهانينا لصالح
بن علي بن ثيب على فصيت بالمركز الثاني. المركز الثالث شقرة توقيتها 9:54، 23 جزء من الثانية تهانينا وناموس لمالك شقرة عبد الله بن حمد العطية.